في الأعمال الغنائية تاعك المخصصة للأطفال؟ هي فعلا هي لا بوكو بلوس يعني الصعوبة اللي لقاوها كيقول لهم يجي معايا الأوركاس هذا ما كان. بالنسبة للحديث عن الأغاني أستاذتنا نجوى، هل يعني تشوفي أنه الأغاني سورتو كي يتصوروا دي كليب هي تروج لسياحة بلادنا؟ أكيد أكيد أختي بالنسبة كبيرة. شوفي هي حسب الموضوع اللي تخطيط على الأغنية، حسب الموضوع أكيد لازم تخلي السياحة الجزائرية تاعنا. احنا عندنا تاني كما مثلا في الألبوم تاعي الأخير دف فيه 10 أغاني، منهم غنيت بزناتية الناس تيميبون ناس أضرار، غنيت بزناتية مي درت لا ريشيرش تاعي، غنيت قبيلية، غنيت أون فرونسي تاني باش غنيت باللهجة الفرنسية، بصح درت لا توش تاعنا مثلا جبت فيولونيست مونير عطيني رويحة تاعنا. هذه لازم انسان يدرسها. ممكن تعطينا فكره على العمل كيفاش كان بالفرنسيه؟ ممكن اسمها لو برومي جور دو برينتون لو سولي سو لاف تريتو ومو جو شانت ما شانسون ا توت مي شيغي زونفون شانتي 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 افيك موا شانتي شانتي دانسي بور لا جوا. فوالا يلا عليها الاطفال يحبوك ويحبوا يسمعوا الاغانيك.